وهكذا هذا الهدي البيان حجة الله على العباد. تعهدها منذ أهبطهم لعالم الأرض، فحين نزل آدم عليه السلام أنزل الله عليه هديا وبيانات وصحفا، صحف يقال لها صحف، صحف آدم، صحف شيف، صحف إدريس، وصحف موسى صورها يعني إلى آخره، تسمى الصحف. فأنزل الله عليه فيها إرشادات وتعليمات وآداب وأخلاق، ومن جملة ذلك الفطر العشرة كما تقدم معنا، وهو قص الأظافر، وكذلك آدم حلق الآباط، حلق العانة إلى النظافر يعني وما شاكل، هذا كله من الفطر العشرة من عهد آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شاكل هذا. هكذا جاءت الرسالة برسالة سيدنا آدم في الصحف، وبقي الأمر على الدين والصلاح والتقى. بعدما هرب آدم من الأرض بقي الأمر عشرة قرون أي أجيال، ولم يقع هناك كفر ولا شرك، إنما وقع فسق وهو قتل قابيل لهذه الأخيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين آدم ونوح عشرة قرون، مراد القرن أي الجيل. القرن يطلق أحيانا على الجيل، أحيانا يطلق على 100 سنة كما هو عرفنا الآن، لكن في الأصل يطلق على الجيل. فلقد كانت الأجيال تعيش 2000 وثلاث سنة الإنسان، فكان يعيش 1000 سنة، فهذا يقال جيل. عشرة قرون أي أجيال كلهم على الدين والشريعة. فلما كان قبل زمن نوح تغير العالم، وقعوا في الشرك، زين الله لهم الشرك فوقعوا في الشرك، فأرسل الله نوحا، نوحا نذيرا ينذر العقاب العذاب، إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك. فلهذا يقال أول الرسل جاءوا بالإنذار والتهديد من العذاب أول الرسل سيدنا نوح عليه السلام بهذا المعنى. فما بين آدم وقبل نوح عشرة كلهم على الدين والتوحيد، ثم حصل الكفر وما هنالك. وفي هذا يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الدين، حسب ما أخذ الله عليهم العهد يوم عالم الزق. هذا متى كان؟ ما بين آدم ونوح 10 قرون مش ما قلنا. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، وظهر فيهم ما ظهر من التغير. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، جاء الإنذار من رسالة سيدنا نوح فما بعد، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، أي كل رسول جاء بكتاب من عند الله، يسمى كتاب، يسمى صحف، له أسماء. قال معهم الكتاب بالحق، أي نزل الكتاب متثبت بالحق، جامع للحق في الحق، لأنه يحق الحق، كتب الله جل وعلا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا تعريف اليهود والنصارى، حيث اختلفوا فيما بينهم،
وهكذا واستحكم بينهم الخلاف بغيا بينهم، كل منهم بغى على الآخر وطغى وجاوز الحد. فأهل الله هذه الأمة لما اختلف فيه أولئك. فاليهود ادعت أن عيسى ابن مريم ابن غير مشروع، وأن مريم فعلت ما فعلت من الفاحشة، فاتهموها بالبهتان العظيم. النصارى عكسوا الأمر، باله قالوا الله ابن الله، يا هذا إفراط وتفريط المسألة. سيدنا عيسى هو ليس كما قالت اليهود، وليس كما قالت النصارى إله وابن الإله وابن الثالث إله، هذا كلام فارغ. هذا كيف إله كيف هذا وهو يأكل ويشرب؟ كيف تتصور يأكل ويشرب كان يأكل هذا الطعام؟ كيف يأكل هذا الطعام؟ شو يسوي بعده يعني؟ معروف يعني شو يسوي الطعام بعده؟ يعني طارق يقول هذا الله هيك يعني؟ أعوذ بالله، بدعاية يا إنسان. إذا اختلفوا في أمر عيسى مفرطا وتفريطا، والتفريط فهذا الله الذين آمنوا، قال المراد هذا الله الذين آمنوا اختلفوا فيه أي أمة محمد عليه السلام. الله تعالى هداهم للحق، فشهدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى رسول الله، وهو عبد الله ورسوله، وأمه صديقة. إذا هذا هو الحق. فله أي له للنصارى، فله أهلا في داهو. قالت اليهود كان إبراهيم يهودي، قالت النصارى لا إبراهيم نصراني، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فهدى الله لذلك نحن. وهكذا اختلفوا فيما بينهم في مسألة العيد الجمعي، العيد الأسبوعي. فهكذا الله تعالى فرض أي شرع لهم أن يكون العيد أسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة راحوا اختلفوا فيه، كل واحد له اجتهاد خاص ورأي خاص ما عزته مسألة العيد يوم الجمعة. وإذا هدانا الله نحن يوم الجمعة أخذنا يوم الجمعة أفضل أيام هو عيد لنا.